بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صادر عن اجتماع أعضاء المجلس يوم الأحد 5/1/2020. أولا، بناء على اجتماع أعضاء المجلس اليوم الثالث المطرح الثالث على وذلك الاجتماع لمناقشة اجتماع حصل من هجوم واعتداء من قبل ميليشيات الإصلاح المدعومة من قبل السلطة المحلية في محافظة شبرا مدعومة بالقوات الخاصة والقوات المشتركة الغازية على مناطقنا في 31/12/2019 إلى 3/1/2020، والذي استمر ليلا ونهار بكافة أنواع الأسلحة بما فيها الصغير وترويع الأمنين وقتل الأبرياء وإرهاب المواطنين في العزل، وذلك السلاح الذي حاجته ميليشيات الإصلاح من التحالف العربي. ثانيا، على التحالف العربي أن يعود النظر فيما قدمها من أسلحة مرتبكة لميليشيات الإصلاح والتي استخدمت لقتل الأبرياء الأمنيين، وعلى التحالف العربي أن يفتح تحقيق فيما حصل من انتهاكات ضد هذه المواطنين. ثالثا، نطالب لجنة الوساطة التي تدخلت في القضية لفك سراح تلك العقب أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه وتسحب القوات المتبقية في غير السيدة الفورة. رابعا، نطالب منظمة حقوق الإنسان الدولية أن تفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في هدا والعرم والخبر وباقي مناطق شبوه، وتلفي جرائم ما بين اعتقالات وتسوية جسدية وقتل وترويع وإرهاب. خامسا، قبائل الأخوان تقدم بالشكر الجزيل لكل بنور لأجانبها وكل من تعاطف معها في الحرب الظالمة التي فرض عليها من ميليشيات الإصلاح الغازية على مناطقنا، صادر عن مشايخ وجهة وعيان قبائل الأغموش وكافة أطياف الجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.